حياكم الله وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج السلطة الرابعة، نبدأها بالعناوين. الموقع بوست قيادي حوثي: لن نسلم ميناء الحديدة والسلطة القائمة هناك ستؤمن المحافظة. في صحيفة البيان الإماراتية: الحوثي يراوغ للالتفاف على الاتفاق. وفي صحيفة الشرق الأوسط: توضح الأسباب ضد انسحاب السعودية من اليمن. أهلا بكم. البداية من صحيفة أخبار اليوم والتي تناولت تقريرا حول الوضع المعيشي بمحافظة حجة، والتي وصفت الوضع بأنه وضع متدهور في شتى مجالات الحياة نتيجة الأزمات المختلفة التي لا تزال مستمرة ومتنوعة منذ بداية الانقلاب الحوثي على السلطات الشرعية. واستعرض التقرير الصادر عن مكتب الشؤون الاجتماعية التابع للسلطة المحلية الشرعية، والذي حصلت أخبار اليوم على نسخة منه، جملة من العوامل التي أدت ليتدهور الوضع المعيشي في المحافظة جراء ما تقوم به الميليشيات، والذي كان له الأثر البالغ في مضاعفة سوء أحوال المواطنين. لافتا إلى أن أبرز تلك العوامل تتمثل في نهب حالات الضمان الاجتماعي وفرض الأتوات وزيادة الضرائب على كافة الممتلكات، ونهب إغاثات إنسانية ومصادرتها لصالح عناصرهم، وبالإضافة لحرمان مستحقيها منها وفق معايير عنصرية تعتمد عليها. وصفت صحيفة الأيام الصادرة من العاصمة المؤقتة عدن المشاورات اليمنية التي أجرتها في السويد بأنها مشاورات هشة وأنها مشاورات غير قابلة للتطبيق، لكنها أفضت في الأخير إلى اتفاق طرح على الطرفين للتوقيع عليه بضغط من قوى دولية كبرى رأت إنهاء الجولة بهذه النتيجة. في تفاصيل ذلك، بحسب الصحيفة، بيّنت أن الاتفاق لم يلبي طموحات الطرفين المتحاربين ومطالبهما، إلا أن كل منهما حاول النظر إليه من زاوية ما يفترض أن يكون كان قابلا للتطبيق. فالشرعية تقول الصحيفة أنها ترى مكاسبها من برود الاتفاق في موافقة الحوثيين على الانسحاب من مدينة الحديدة، وهو ما لن يتحقق وفق عسكريين يمنيين. وذكرت الصحيفة أن الشرعية كانت قد رفضت في وقت سابق أن يكون للأمم المتحدة دور في إدارة الميناء، وتمسكت بأن يكون خاضعا لوزارة النقل وسيادة الحكومة الشرعية، لكنها تراجعت عن هذا القرار وقبلت بدور أممي واضح في الحديدة. في المقابل، اعتبر القيادي بجماعة الحوثي عبد الملك العجري في تقرير تناوله الموقع بوست، اعتبر أن عملية تسليم ميناء الحديدة من سلطة الحوثيين إلى جهة أخرى وفق ما ذكرته قيادات في الحكومة الشرعية غير صحيح، واصفا ما تردد بأنه شائعات، حيث بحسب الموقع فقد أوضح بأن بنود اتفاق السويد نصت على انسحاب قوات الطرف الآخر والتي هي الشرعية والتحالف من أطراف المدينة إلى خارجها، وإعادة تموضع القوات التابعة للحوثيين إلى ما كان عليه الوضع قبيل التصعيد الأخير للتحالف في شهر رمضان الماضي، مؤكدا بأن السلطات القائمة في المحافظة تابعة كليا للحوثيين هي من ستتكفل بإدارة الوضع الأمني والمدني للمدينة. وذكر أيضا الموقع أن قيادات من الحكومة اليمنية التي حضرت مشاورات السويد قالت إن اتفاق ستوكهولم ينص على خروج الحوثيين من الحديدة وتولي قوات تابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الشرعية مهمة الأمن هناك، إضافة إلى تولي وزارة النقل في عدن مهمة الإشراف على ميناء الحديدة. قال
قال مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي خلال جلسة عقدها مجلس الأمن لمناقشة الأوضاع في اليمن، قال إن الحل للأزمة باليمن هو حل سياسي، وأن التقدم النسبي الملحوظ في تلك الجولة من المشاورات يعد نجاحا كبيرا. في تفاصيل ذلك وحسب متابعة موقع المصدر أونلاين، فإن القرار يشير إلى قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن منذ العام 2011، ويؤكد التزامه القوي بوحدة وسيادة واستقلال وأيضا وحدة أراضي اليمن، وتشجيع جميع اليمنيين على العمل معا بروح من التسوية كجزء من عملية سياسية شاملة. يدين القرار الاستخدام العسكري والدمار غير المشروع للبنية التحتية المحلية وأيضا المدنية، واستخدام المدنيين دروعا بشرية، والهجمات بالصواريخ الباليستية وهجمات الطائرات، بالإضافة إلى للطائرات التي بدون طيار تحديدا من قبل الحوثيين ضد السعودية والإمارات. هذا ويدعو المجتمع الدولي بما في ذلك الدول الإقليمية ذات الصلة إلى ضخ أكبر حجم وأسرع للعملة الأجنبية في الاقتصاد من خلال البنك المركزي اليمني، ويدعو أيضا الحكومة اليمنية إلى تسريع الائتمان للمتداولين وسداد المتقاعدين وموظفي الدولة والخدمة المدنية بما في ذلك المعلمين، العاملين الصحيين والعاملين في مجال الصرف. بدوره أشار الكاتب والصحفي اليمني أحمد ناصر حميدان في مقال تناوله موقع يمن مونيتور إلى أن الشعب اليمني هو أكثر الشعوب تطلعا للسلام منذ الأزل. ذكر الكاتب أيضا أن هذا الشعب سيظل طواق للسلام، سلام ينصف ثورته المباركة وربيعه السلمي وساحات النور التي انطلقت في كل المدن اليمنية التي تدعو دائما للسلام. وما فرضته أيضا في طاولة الحوار الوطني هي دعوة الجميع لسلام دائم وأيضا تسامح وتعايش، هي تطلعات وأمال هذه الثورة المباركة بمخرجات حوار وطني، حلم كان بعيد المنال وصار قاب قوسين من التنفيذ لمرحلة جديدة عنوانها التغيير للأفضل وأيضا للسلام الدائم. الشعب فيها مصدر السلطات في عملية التحول الموعود لمستقبل منشود كما يقول الكاتب. ذكر أيضا الكاتب في مقتضب مقاله أن انقلاب جماعة الحوثي أشعل حربا ضروسا كارثية جعلت اليمن على طافة أو على حافة الانهيار السياسي والاقتصادي والإنساني والقيمي، وأيضا حرب وظفت الطائفية والمناطقية لتحدث شروخا اجتماعية ووطنية وإنسانية في الجسد اليمني، بالإضافة جعلت منه وطن سقيم عليل تنخره كل الأمراض الاجتماعية والسياسية، فاقد للطبيب الماهر ليمده بوصفة علاج تشفيه وتعافيه ليعم فيه السلام. ونقرأ في صحيفة البيان الإماراتية تقريرا تقول فيه إن ميليشيا الحوثي الإيرانية اتخذت إجراءات في مدينة الحديدة بهدف التحايل على تطبيق اتفاق السويد الذي يقضي بانسحابها من الحديدة، حيث رصد سكان في الحديدة تحدثوا للبيان مواصلة الميليشيا بإغلاق الشوارع وأيضا استحداث الحواجز الترابية والمتاريس في أحياء المدينة. بحسب الصحيفة أيضا فقد قال شهود عيان أن الميليشيا ألزمت مسلحيها بارتداء اللباس الرسمي لقوات الشرطة، كما قامت بطلاء سيارات قواتها بألوان قوات الشرطة في مسعى للتحايل على اتفاق السلام. كشف الكاتب والمحلل السياسي عبد الرحمن الراشد لصحيفة الشرق الأوسط السيناريو المرعب لما يمكن أن يحدث في اليمن،
إذا انسحبت منه السعودية وقوة التحالف محذرا من ثلاثة مخاطر مروعة عند الانسحاب، حيث قال الكاتب أولها أن اليمن سيدخل في أطول وأشرس حرب قبلية، والثاني أن إيران ستحول اليمن إلى أكبر قاعدة لإطلاق الصواريخ الباليستية وأيضا الموجهة، وأخيرا ضرب التجارة الدولية في باب المندب وهو ما سيلحق أكبر الأضرار في أوروبا، ويأخذ الراشد على المطالبين بوقف الحرب في اليمن أنهم لا يعرضون حلولا عملية لتثبيت الأمن والاستقرار في اليمن، ولا كيف ومن سيدير الدولة الفاشلة حتى لا تصبح مثل الصومال. يتساءل الراشد موضحا ما مبررات الحرب وتدخل السعودية وحليفاتها، مع أن الحرب منذ نحو 4 سنوات إلا أن الأكثرية لا تفهم دواعيها، فالتدخل لم يأتي لأن السعودية تفضل فريقا سياسيا يمنيا على آخر، بل بسبب استيلاء جماعة تابعة لإيران على الحكم في انقلاب نقض كل التفاهمات التي فرضتها الأمم المتحدة والدول الغربية بعد ثورة الشارع اليمني. يؤكد الراشد أن انسحاب السعودية وحليفتها لن يوقف الحرب ولن يقلص الخسائر البشرية، بل على العكس ستتفاقم المأساة الإنسانية. وبكل أسف يتم تسويق الحقيقة بشكل ناقص، فإجمالي الخسائر يقدر ب10,000 قتيل منذ اندلاعها، ووفق التقديرات الميليشيات المتمردة 6,000 كما يقول التحالف، وهذا يجعلها من أقل حروب المنطقة دموية، لكنه بالطبع لا ينفي كونها مأساوية. قتلى حرب سوريا تجاوز عددهم 600,000 إنسان وفق تقديرات الأمم المتحدة، وفي العراق مات نحو 200,000 شخص، وكذلك أفغانستان وليبيا. وختاما ننتقل وإياكم وقبل نهاية حلقة السلطة الرابعة لهذا اليوم إلى فقرة الكاريكاتير.